بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. معالي الرئيس الجلسة، معالي الأمين العام، أصحاب المعالي والسعادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبنا عقد هذا الاجتماع العاجل، ونشكركم على الحضور، على ضوء إعلان الصفقة الأمريكية، وذلك لاطلاعكم على الموقف والقراءة الفلسطينية له، واتخاذ القرارات وخطط التحرك الملائمة لمواجهة مخاطرها الجسيمة على القضية الفلسطينية، ومنع ترسيمها كمرجعية دولية جديدة. ومن ناحية أخرى، التأكيد على ثوابت الموقف العربي المستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وقبل أن أبدأ كلمتي، أوجه تحياتي إلى شعوبنا في كل مكان، التي بدأت تنتفض في كل مكان احتجاجاً على صفقة العصر. وفي البداية أقدم لكم لمحة بسيطة عن علاقاتنا مع الإدارة الأمريكية، أو بمعنى أدق، عن علاقة الإدارة الأمريكية بالقضية الفلسطينية منذ 103 سنوات. نحن نعرف وعد بلفور، سمعنا عنه الكثير، ولكن أريد أن أؤكد على بعض النقاط الهامة فيه. النقطة الأولى هي أن وعد بلفور لم يكن وعدا بريطانيا بحت، وإنما هو وعد بريطاني أمريكي بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، أي أنه كان هناك تنسيق كامل بين بريطانيا العظمى في ذلك الوقت وبين الولايات المتحدة على كل كلمة وردت في هذا الوعد. إذن نستطيع أن نقول إن الولايات المتحدة هي الراعي الأساس لوعد بلفور. النقطة الثانية، أن أمريكا أصرت على أن يوضع وعد بلفور في ميثاق عصبة الأمم، كما يوضع في صك الانتداب البريطاني على فلسطين. بمعنى آخر، أن يرسم هذا المؤتمر دوليا، وأن يكون قائدا ومسيرا للانتداب البريطاني من أجل تحقيق هذا الوعد بحذافيره، وهذا ما حصل. مع العلم أن الولايات المتحدة لم تكن عضوا في عصبة الأمم طيلة أيام عصبة الأمم، هي كانت بعيدة عنها. الآن ماذا ورد في الوعد؟ ورد في الوعد نقطتان هامتان، لا أريد أن أشير إلى غيرها إلى غيرهما. النقطة الأولى هي إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، والنقطة الثانية هي أن يمنح هؤلاء السكان، لم تذكر اسمهم ولم تذكر من أين، وإنما السكان الموجودين في هذه الأرض حقوقا مدنية ودينية. أذكر هذا لنرى الآن ماذا جاء في خطة ترامب، حقوقا مدنية ودينية فقط.
وبعد ذلك مضت الأيام وقامت دولة إسرائيل في عام 1947، وتمزق شمل الشعب الفلسطيني في أصقاع الأرض بلا راع وبلا مستقبل، إلى أن جاءت منظمة التحرير. لا أريد أن أستمر في هذا التاريخ، وإنما أقول عندما حصلت نكبة الكويت باحتلالها في عام 1990، على ضوء ذلك دعت روسيا وأمريكا لمؤتمر دولي للسلام، وفعلا عقد هذا المؤتمر في مدريد، ومن ثم نقل إلى واشنطن ليحظى بالرعاية الأمريكية وحدها. لم يعد مؤتمرا دوليا، وإنما أصبح مؤتمر أمريكي فقط، وعقدت اجتماعات متواصلة لمدة عامين في واشنطن، ولم تثمر هذه الاجتماعات عن أي نتيجة. في هذه الأثناء وفي غفلة من الزمن وفي غفلة من الأمريكان، جلسنا مع الإسرائيليين وبحثنا قضيتنا مع بعضنا البعض، وتفاوضنا 8 أشهر. وأقول أيضا للتاريخ، لم يكن أحد يعرف بهذه المفاوضات بما في ذلك أمريكا. وعدم معرفة أمريكا نجحت المفاوضات، ولكن هذا ما حصل. إذن هذه المفاوضات كما قلت لم تعرف بها أمريكا، وأثمرت ما يسمى باتفاق أوسلو. الآن لو نقرأ اتفاق أوسلو ونقارنه، وهو اتفاق مرحلي، نقارنه بما أتانا من أمريكا، سنرى العجب العجاب. ما جاء في اتفاق أوسلو بالنص أن 92% من أرض فلسطين لنا، والثمانية نناقشها أو نتفاوض عليها. السيادة للفلسطينيين على الأرض الأولى وهي أرض ألف وكذلك باء، والباقي هي للتفاوض. القدس للتفاوض، اللاجئون للتفاوض، الأمن للتفاوض. وكان هناك اتفاق أن يتم خلال 5 سنوات إنهاء الوصول إلى حل نهائي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الحل مبني على تنفيذ القرارين 242 و338. قتل رابين وانتهت القضية. ونذكر أن الذي اعترض على اتفاق أوسلو هو رئيس وزراء إسرائيل الحالي، وسيد باراك، يهود باراك، رئيس كان رئيسا ما في وقت ما للوزراء الإسرائيلي. لكن قتل هذا الشخص الذي هو رابين، ولم يعد هناك مفاوضات ولم يعد هناك بحث، لأن الذي استولى على الحكم هو نتنياهو، ونتنياهو لا يؤمن بالسلام، مش لا يريد السلام، لا يؤمن بالسلام. والدليل على ذلك أنه أمضى في رئاسة الحكومة الإسرائيلية أكثر من أي رئيس وزراء آخر، ومع ذلك لم يحصل أي تقدم في عهده أو العهود الثلاثة التي قضاها في الحكومة، لم يحصل أي تقدم في عملية السلام. وعندما جاء بين هذه الفترات يهود أولمرت واستلم رئاسة الوزراء، فعلا حققنا كثيرا من التقدم، وأزعم
أننا حققنا 70% من الاتفاق أو من التفاهم على مجمل القضايا المطروحة بيننا، قضايا الوضع النهائي التي تسمى قضايا الوضع النهائي في اتفاق أوسلو. وبعد في أحد الأسابيع، في أحد الأيام وأنا ذاهب للقائه في بيته، قالوا لي ارجع، الرجل دخل إلى السجن وانتهى الموضوع. هذا كل ما جرى بيننا وبين الإسرائيليين منذ أوسلو. لكن أريد أن أشير إلى أن أمريكا لو كانت موجودة أو تعرف باتفاق أوسلو لخربته. ومن حسن حظنا أن هذا الاتفاق، أننا أثناء المفاوضات بيننا وبين الإسرائيليين لا يستطيع رابين أن لا يتكلم مع الأمريكان أو يتجاهل أمريكا والتي هي حليفته والتي هي صاحبة الفضل عليه والتي هي أسست هذه الدولة. فتحدث مع رئيس مع وزير الخارجية في ذلك الوقت وارن كريستوفر في الشهر السادس أو في الشهر الخامس من المفاوضات، وقال له: لا أريد أن أخفي عليك، لا أستطيع أن أخفي عليك شيئا، نحن نتفاوض مع الفلسطينيين لنرى ربما يحصل تقدم بيننا وبينهم. هذا الرجل لا أريد أن أتحدث عنه، وإنما لم يستوعب الفكرة، وإنما قال له: من الذي يقود المفاوضات؟ قال له: شيمون بيريز وأبو مازن. قال له: let the boys play، ظنا منه أننا كنا نلعب. وفي الحقيقة عندما أنهينا الاتفاق ومضينا بالأحرف الأولى اتصل به رابين وقال له: أحب أن أبشرك أننا وقعنا الاتفاق. على أي اتفاق؟ بيننا وبين الفلسطينيين. على أي فلسطين؟ معقول ونحن أمريكا لا نعرف؟ قال له: قلت لك. متى قلت لي؟ ذكروا الرجل طبعا لا يستوعب كثيرا. فالمهم أمريكا كانت غاضبة جدا وبدأت تبحث عن حجة أو طريقة ما من أجل أن تحافظ على ماء الوجه باعتبارها الدولة العظمى الأولى في العالم وباعتبارها المسؤولة عن كل شيء في العالم، فكيف يكون هناك اتفاق من وراء ظهرها أو اتفاق لا تعرف به؟ ووجدنا لهم طريقة، حيلة من أجل أن يكونوا هم معروفين أو موجودين. وكان المرحوم أسامة الباز هو الذي اقترح أن نقول إنه على ورقة أمريكية تمت المفاوضات في أوسلو، وهذا لينقذ ماء الوجه الأمريكي. وفعلا إن كنتم تذكرون ذهبنا إلى أمريكا ومسكت أمريكا بالورقة، وإلى يومنا هذا لم تقدم أي شيء ولم يحصل أي تقدم من في القضية الفلسطينية منذ أن استولت عليه أمريكا. عندما جاء السيد ترامب إلى السلطة منتخبا، وهنا أريد أن أذكر شيئا هاما جدا، أنه في عهده قبل أن يخرج أوباما وقبل أن يدخل هو إلى البيت الأبيض، كان هناك قرار في مجلس الأمن وهو القرار 2334، وحصل هذا القرار بالإجماع إن كنتم تذكرون،
طبعا أمريكا في ذلك الوقت هي التي صاغت القرار سرا، وأقول هذا لأول مرة لأنه ربما يعني يغضب السيد أوباما، ولكن هذا الذي حصل بالاتفاق مع بريطانيا ومع هذا الرجل. وتم هذا القرار وهو أهم وأثمن قرار صدره مجلس الأمن منذ نشأته إلى يومنا هذا في القضية الفلسطينية. وعندما وصل السيد ترامب إلى الحكم أول شيء تجاهل هذا القرار ورفض أن يتعامل معه. التقيت به 4 مرات، وكان وفده يأتي ويذهب إلينا 37 مرة نلتقى مع وفدنا، لكن كل هذه اللقاءات 37 لم تثمر شيئا. لقاءاتي 4 مع السيد ترامب، كان الأول في واشنطن وكان مبشرا لأنه كان مقبلا، عندما أتحدث معه في شيء يستمع جيدا ويثني على ما أقول. وفي اللقاء الثاني كان في بيت لحم، والثالث كان في المملكة العربية السعودية، والرابع كان في نيويورك. وأريد هنا أن أتحدث عن اللقاء الذي تم في نيويورك، لقاء رسمي، وفدان رسميان، وجلسنا. سألت سيادة الرئيس ما رأيك برؤية الدولتين؟ كان موافق، والآن أعلن. فأحد الأولاد اللي معه قالوا سيادة الرئيس أحسن نؤجل هذا. قال أوكي أوكي أوكي، لكن لم يعني سمع الكلام. النقطة الثانية، ما رأيك في القدس؟ قال القدس لكم الشرقية. قلت له حدود 67، قال موافق عليها. صواب، قلت له قال موافق، بل بالعكس إذا بتعطوه سنتي بدي أجبره يعطيكم سنتي ونص أحسن من أرضكم. ما رأيك بالأمن؟ قال أنا جاهز، الناتو جاهز. إمتى بتكون يا القوات؟ وبدأ يعطي أوامر لإرسال القوات إلى الأراضي الفلسطينية. أنا شعرت وكأننا سنحل القضية الفلسطينية بخمس دقائق أو بنص ساعة. فعلا قلت له سيادة الرئيس، أنا يعني أقول ما أقوله وما أفكر به في السر في العلن كل واحد، أنا مؤمن بعدم استعمال السلاح وبعدم جدوى السلاح في عصرنا الحالي. جربنا السلاح 48 56 67 73 82 ما مش الحال. فأنا مؤمن بأنه نحن لا نريد السلاح، نريد أن نبني دولتنا وأن يعيش شعبنا بأمن وأمان واستقرار. فقلت له سيادة الرئيس أنا لا أؤمن بالسلاح، ولذلك سأسعى لأن تكون دولة فلسطين منزوعة السلاح. طبعا ربما الأشقاء جميعا لا يوافقوني على هذا، لكن أنا مؤمن بهذا، مؤمن بأنه نريد أن نعيش بأمان، ومؤمن أننا لا نستطيع في الوقت الحالي وفي السنوات الحالية والمقبلة أن نفيد للسلاح، لا أريد أن أقول أكثر. قال لي لماذا؟ قلت له لأنه الأفضل إذا أفضل أن أشتري، أفضل من أن أشتري دبابة أبني مدرسة، وأن أفضل من أن أشتري طائرة أبني مستشفى. أريد شعبي أن يعيش في أمان. قال لي هذا عظيم، ليش بقولوا عنك إرهابي؟ أنت رجل عظيم، رجل سلام، أنا بدي أعقد معك صفقة سلام، إحنا الآن متفقين، المرة الجاي بنجي ونتكلم أي وقت بدك لنكمل حديثنا. خرجت منه متفائلا جدا،
أنه ممكن أن نعقد مع هذا الرجل سلام. بعد شهرين وبدون سابق إنذار أقفل مكتبنا في واشنطن وأعلن أن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل وأنه سينقل سفارته إليها ويدعو الدول لنقل سفاراتها إلى القدس. وأوقف ما يقدمه لنا من مساعدات، وكان يقدم لنا مساعدات لأشياء مختلفة بحدود 840 مليون دولار، وأوقف الدفع لوكالة الغوث وللمستشفيات الموجودة في القدس. لماذا هذا؟ قال هذه سياسة الرئيس. طب نحن تكلمنا غير شيء. قال لا هيك أوكي. إذا نحن فورا قررنا قطع العلاقات مع الإدارة الأمريكية ومع البيت الأبيض، وأبقينا الاتصالات مع CIA. لماذا؟ أنا أتكلم معكم بمنتهى الصراحة، لما عاد في عنا أسرار. نحن نتعاون مع 83 دولة في العالم لمحاربة الإرهاب، ونحن مؤمنون فعلا بمحاربة الإرهاب المحلي والدولي. يعني أي إرهاب، ما شكله، ما لونه، ما جنسه، ما دينه، احنا ضده. ولذلك هناك 83 بروتوكول بيننا وبين 83 دولة منها الولايات المتحدة. قلنا لنبقي على هذا حتى نرى ماذا يمكن أن يحصل. ثم بقيت اتصالاتنا قائمة مع الكونغرس، وفعلا هذه اللقاءات وهذه الاتصالات أثمرت، حيث خرج من الكونغرس قبل شهر أو شهرين قرار يرفض كل مقولات بومبيو حول الاستيطان وغيرها من مجلس البرلمان، من الكونغرس، من مجلس النواب. وهذه لأول مرة تحصل. فنحن قلنا سنبني على هذا، وفعلا الآن نبني عليه، وفعلا الآن سنرى ليس النواب الديمقراطيين وإنما حتى الجمهوريين سيقفون بأقلية بعد أعداد معنا في صفقة ترامب، لأنهم جميعا يرفضونها. ولا أذيع سرا، ولا أدري إن كان هذا سر أو لا، أن اتصالاتنا مع CIA كانوا يؤيدون موقفنا. نقطة أول فصل، ليش أضيف أكثر؟ هذا ما حصل بيننا وبين أمريكا. ثم سكتت الأيام إلى أن فوجئنا بهذه الصفقة. عندما أعلن عنها اتصلوا بنا، قالوا الرئيس يريد أن يرسل لك الصفقة لتقرأها. يعني كأني جاي من القمر، أو أنا صاحب القضية. إذا بده يسوي صفقة يجب أن يكون أنا الشريك الأول. ترسل لي الصفقة لأقرأها؟ لن أستلمها. غابوا بعد أسبوع، قالوا الرئيس يريد أن يتكلم معك بالتلفون. قلت لن أتكلم. مرة، اثنين، ثلاثة، خمسة، عشرة، لن أتكلم. طيب، الرئيس يريد أن يرسل لك رسالة. رفضت استلام الرسالة. لماذا؟ لأنه عندما أعلن عن القدس اتصل بي أول مرة وقال لي أنا بدي أضم القدس. قلت له شو؟ قال لي بدي أضم القدس، ولكن في أشياء كثيرة مهمة إلكم، وأنا مش سأعطيكم أشياء، وأنا سكر التليفون
بالنص، لم أسمع منه شيء إلا هالكلمة. وخرج يقول تشاورت مع أبو مازن. ولذلك عندما رفضت استلام الخطة واستلام الرسائل واستلام التليفونات، لأنه أعرف تماما أنه سيبني على هذا الكلام أنه تشاور معنا وأنه إحنا موافقين وأنه 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 وأنه، ومين يصدقني أنا ويكذب؟ الدولة العظمى، أكبر دولة عظمى في العالم، طبعا الناس كلها حتصدقه وتقول لك يا أخي أنت تشاورت معه. وقال بعد ما حكينا معه، قال أنا تشاورت، أبو مازن موافق. وسألني بعض الزعماء العرب، قالوا يا أخي الرئيس ترامب بيقول أنك موافق على ضم القدس. أنا قال آه يا عم، طبعا هذا الذي جرى، لم يحصل أي اتصال بيننا وبينهم، لأنه بصراحة ما عندنا صدق. الآن كلكم قرأتم الصفقة، نشرت، لم تعد سرا خافيا، نشرت على الملأ، ومعروف فيها كل الأشياء اللي يعني سأقرأ بعضها، وهي القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، تقسيم زماني ومكاني للأقصى، تقسيم زماني ومكاني للأقصى، يعني يوم منصلي نحن فيه ويوم هن بيصلوا فيه في الأقصى. وكتبوا الأقصى تمبل ماونت، يعني هم مع بعض، لكن هم حيصلوا محل الإمام بتاعنا اللي بيصلي هناك يوم، ويوم إلنا ويوم إلهم. حتى لو طلع يوم الجمعة إلهم بتكون ما بنصليش في الأقصى. وقالوا عاصمة فلسطين في القدس، تذكرون هذا الكلام كانوا يقولون، احنا عاصمتكم في القدس. وكنت انا انبه يا اخوان، لا تاخذوا لا تشتروا هذا الكلام، عندما يقول في القدس يقصد شيئا ما. وقلت يوم يقصد ابو ديس بلد اقصى، وكانت نتيجة انه فعلا يريدون ان تكون العاصمة في ابو ديس، قرية من قرى القدس، يعني كل القدس اللي لنا التي احتلت عام 67 ليست لنا. اللاجئين انسوا الموضوع، 6.5 الان، نحن 6.5 مليون لاجئ، خرجنا من فلسطين بالمناسبة وهم يحاولون أن يزوروا الحقيقة. خرجنا من فلسطين وأنا لاجئ، أنا واحد من اللاجئين، 950,000 في عام 1948، صرنا طبعا 6.5 مليون، لا حق لهم بشيء. ولكن اليهود الذين جاءوا من البلاد العربية، يجب أن نطالب البلاد العربية بتعويضات لهم عن أملاكهم. يعني اللي خرج من اليمن، اللي خرج من العراق، اللي خرج من مصر أو من سوريا أو لبنان أو المغرب العربي كله، يجب أن تدفع هذه الحكومات تعويضا لهم. أما اللاجئين في فلسطين ما عندهمش. كنا بنتحدث في أوسلو عن 92% مطلقا لنا، و8% بدنا نناقشها مشان نشوف المستوطنة شو بدنا نسوي فيها. كان في كم مستوطنة؟ كان في يمكن 10-15 مستوطنة، الآن مئات المستوطنات كما قلت 750,000 عدد سكان. الآن أخذوا 30% من الضفة الغربية،
طبعا الضفة الغربية كلها وغزة اللي بقيت لنا 22% من فلسطين التاريخية، 22% وقبلنا ورضينا بالبين، والبين ما رضي فينا لأنه بدنا حل، بدنا نخلص. 22% الآن بده ياخذ 30% من 22%، يعني بيبقى لنا 11%. مو الخطأ هاي فلسطين، هاي بال 48، هاي بال 36، محطوطة تبع 36، لا هاي بال 47، هاي في ال 48، هاي هي اللي هي 22% مع غزة. الآن أصبحت هاي هي، بتحدى واحد منكم يقدر يرسمها. لو قلنا لولد في المدرسة ارسم خارطة فلسطين ارسمها، أما لو قلت لواحد في الروضة ارسم خارطة مصر ارسمها، خارطة سوريا ارسمها، خارطة لبنان تعال ارسم لي خارطة فلسطين. هذه هي فلسطين ومجزأة إلى أجزاء. إذا بتلاحظوا هون حطوا قاعد بيعطوا قطعة أرض لصناعة وقطعة أرض لسكان، هون في النقب. وينها؟ هاي أوضح؟ أيها. هاي شايفة هون جنب غزة، بعيدة عن غزة طبعاً، فيش ارتباط، وهون كلها فيش ارتباط. فيه قالوا نحن يعني تكرماً منا سنضع جسور أو أنفاق مشان نصل بين المدينة والأخرى. طبعا لما تبدو يسكر وبتبدو يفتح بصرف النظر يقبلنا او ما قبلنا. السيطرة الأمنية الكاملة على كل ما هو غرب نهر الأردن. وين غرب نهر الأردن؟ هذا كله إلهم، ما إلك ولا شيء. أنا المسيطر أرضا وجوا وبحرا، أنت لا تملك شيئا. لكن جماعة بدهم يعطونا هدية، والحقيقة كرمة بهاي. أنا بدي أشهد لهم بالكرم. المثلث، تعرفوا المثلث؟ في شيء بالحدود الفلسطينية الإسرائيلية منطقة اسمها المثلث، منطقة محتلة فيها 4-5 مدن، فيها 250,000 عربي بإسرائيل. هاي بدهم يعطونا إياها، هي وسكانها. طبعا معروف ليش، معروف ليش 250,000 خدوه، والأرض كمان خدوه، هي كلها منطقة صغيرة اسمها المثلث، الكل بيعرفها. فهذا المثلث هدية من الإخوان الأمريكان من ترامب. بالمناسبة يا أخوان، بديش أقسم، لكن بقول في اعتقادي التام أن ترامب لا يعرف شيئا عن هذه الخطة، ما له علاقة. اللي لهم علاقة ثلاثي اللي جنبه، سفيره في إسرائيل اللي اسمه فريدمان، والولد اللي جوز بنته جرين بلاد كوشنير، وكوشنير وجرين بلات. جرين بلات خلص مهمته وطلع، ضل الواد كوشنير جوز البنت، وهو هدول الثلاثة هم الذين أعطوه كل شيء، هم الذين كانوا ينقلون له أفكار نتنياهو، لأن نتنياهو كان جنبه هو بيعلن وكل شيء يزقف له. برافو سيادة الرئيس، اللي بده إياه بشي، هذا اللي قلناه زقف. فبالتالي
والله أعلم، يمكن بش أحلف، لكن بدي أقول إنه لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن هذه الأرض تقريبا هذا هو المشروع وما عدا ذلك بكفي. أنا بصرف النظر يا أخوان عن هذا الموضوع كله، وقبل أن أعرف وبعد أن عرفت، مجرد أن قالوا القدس تضم إلى إسرائيل لن أقبل هذا الحل إطلاقا، لن أقبل بأي شكل كان، ولن أسجل على تاريخي ولا على وطني إنه أنا بعت القدس، ما بسجل. القدس مش إلي لوحدي، القدس إلنا جميعا، بس إحنا حراسها وإحنا المسؤولين عنها وهي عاصمتنا، ونحن الآن شركة وإحنا أخواننا الأردنيين في الأماكن المقدسة، وهذه كانت منذ زمن طويل وبقيت للآن. الملك عبد الله وحارس أو راعي الأماكن الوصي. نعم الوصي. نعم، وبالتالي لن أقبل. فكيف إذا جئنا بهذا الكلام كله؟ بعتقد أنه، لكن مع ذلك مش هذا هو المطلوب، بس هذا اللي قلنا، هذه الهدية التي لنا، هي قالوا هدية، شوفوا هاي هدية يتم تطبيقها بعد 4 سنوات، أما إسرائيل فتبدأ بالتنفيذ فورا فورا، يعني بضم المستوطنات بكذا بكذا، بعدين بعثوا لهم قالوا أجلوها كم يوم، أجلوها كم يوم لبينما تجري الانتخابات. أوكي. أما نحن فلازم نتأخر 4 سنين. طبعا السبب الأساس في ذلك ليستكملوا بناء مستوطناتهم وخلصوا لنا من الشقفة، كم شقفة أرض اللي إلا، ويطردونا كل يوم، يهدموا بيوت ويبنوا مستوطنات كل يوم، كل يوم تهدم بيوت بحجة أنه لا يوجد رخصة، وتبنى وراءه أو فوقه بيوت. فال4 سنين بيكسفوا انه يخلصوا علينا، لكن ايضا ال4 سنين انا ما بعطيك اياها الا ما تثبت حسن نواياك. يجب علينا ان نثبت حسن النوايا. شو هو شبين الشفري؟ كيف أثبت حسن النوايا يا أخوان، يا حبيبنا، يا سيد ترامب، يا سيد نتنياهو، يا قولوا لي طيب كيف مشان أنا أحضر حالي لأثبت حسن نواياي حتى تعطوني هذه؟ قالوا تقبل أولا الاعتراف بيهودية الدولة، يهودية دولة إسرائيل. هم عرضوا علي هذا الكلام من 7-8 سنوات، يا أخي اعترف بيهودية الدولة، اعترف بيهودية الدولة. إخواننا عادة الدولة بدها تغير اسمها، بتروح الأمم المتحدة بتغير اسمها، أي دولة. أنا شو دخلني؟ بده فقط مني أنا أعترف له بأنها دولة يهودية، وأنا أعرف إنه لا هي دولة يهودية ولا شيء، وأنا أعرف إنه في 1,900,000 عربي، وفي 1,500,000 خليهم روسي مسيحي ومسلم، روسي مسيحي ومسلم، وهذه دفعتهم الهجمة الكبيرة صارت ما بين 1990 و2000 عندما انتهى الاتحاد السوفيتي، فتحت الأبواب، صار كل واحد بده يهاجر، مسلم وغير مسلم،
طب يا أخي أنت مش يهودي. لا لا أنا يهودي. طب بالإثبت لك يهودي، روح لأي حاخام 100 روبل يأخذ شهادة أنه يهودي ويجي. الآن هم موجودين في إسرائيل. طب هدول 1.5 مليون، هدول 2 مليون، أنتوا كلكم 6 مليون. حتى الفلاشة اللي هم من أثيوبيا صدقوني نسبة اليهود فيهم ضئيلة جدا، نسبة اليهود فيهم ضئيلة جدا، لأنه نحن بنمر بالشارع دورية يهودية ماشية فيها واحد من الفلاشة واقف على الجنب وعم بصلي. المهم أنا لازم أعترف بيهودية الدولة وأعترف أن القدس الموحدة عاصمة لدولة إسرائيل، وعلي أن أنزع سلاح غزة، علي أنا أن أذهب إلى غزة وأنزع سلاحها. ونضيف من الشعر بيت من بقول أخواني: إلغاء حق العودة للفلسطينيين، تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، يعني بحطوا إلنا وإلكم، اليوم إلنا يوم إلكم، والمكان إحنا بنصلي هون وإنتوا بتصلوا هناك، وبعد شهرين بنبطل نصلي إحنا. قبول إجراءات إسرائيل بضم الأراضي الفلسطينية، كل شيء ضمنا البحر الميت، إحنا إلنا 37 كيلو متر على البحر الميت من الجهة الغربية، الأردن إله الجهة الشرقية كلها، وإحنا بسبب الاحتلال وغيره ضللنا 37 كيلو، هدول كمان راحوا، بالإضافة إلى كل شريط نهر الأردن، هذا كله بده يكون مضموما لإسرائيل. عدم وجود سيادة على الأرض الفلسطينية، وبقولوا لنا دولتان، ما هي دولة فلسطين، هي هلا هون شو بقولوا لنا؟ بدك تقبل بشرط فيش سيادة لك ولا حدود لك مع الأردن. كيف نروح على الأردن يا أيمن؟ ممنوع، لا خلص، لا سيطرة برية وبحرية وجوية للفلسطينيين، كله إلنا، أرض جو تحت الأرض فوق السماء كله إلنا. ثم ما حكيت لكم عنه المثلث، المثلث بسكانه خدوم، بدكم تاخذوا بالمنيح بالعاطل، هذول بدناش اياهم، احمد الطيبي ومش عارف مين هذول الاعضاء في البرلمان، مين ثاني هذول؟ ايمن عوده، كله بدناش اياهم، فيهم شيخ هناك. الموافقة على إلغاء قرارات الشرعية الدولية في مرجعية اسمه مرجعية ترامب، باقي ما لكم، ما دركم تحكوا 2-4-2-3-3-8 ومش عارف ايه، هذا مش إلك، خلص ما تحكي فيه، هاي الشرعية التي سنتكلم عنها ونبني علاقاتنا معكم، شرعية الأخ السيد الرئيس دونالد ترامب. بعدين احنا بعد ما صرنا عضو مراقب في الأمم المتحدة رحنا على المنظمات الدولية كلها أو بعضها، في 522 شيك رياض، 522 دولة منظمة ومعاهدة، نقدر ننضم إلها، شيء بالتصويت، شيء بتقدم طلب، شيء كذا، شيء كذا، شيء نعال. فرحنا قدمنا طلبات، أخذنا 110 دول، 110 منظمات، والحقيقة بصراحة أبعدت عن بعض المنظمات اللي يعني بتحسس الأمريكان، والله ولو سمعوني اخواننا برا بقولوا هذا جاسوس، هذا خاين، هيك؟ لا. المهم ويومها
بلاش بنكمل. اليوم ما كان في اتفاق بيننا وبين الرئيس أوباما على أشياء كثيرة، بس هذه المنظمة تأجلها شوي. قلنا له حاضر. لكن في منظمة اسمها المحكمة الجنائية الدولية، أقدروا عليها. هاي المحكمة هي محكمة أفراد وليست محكمة دول. بمعنى أنا بدي أشتكي على الأمين العام، برفع قضية بروح بشتكي عليه. فلان بشتكي على فلان بقول له ضربني قتلني أخذ أرضي أخذ بيتي، بروح بشتكي. ورحنا بدينا 5 سنين وإحنا نداعب. طبعا أمريكا اشتغلت فينا، نروح ما نروح بدهم يمنعونا كانوا. قلنا له احنا بدنا نروح انتم خلص. فرحنا صرنا اعضاء، لكن حتى تمشي القضايا صرنا 5 سنين احنا نشتغل عليها، يعني قربنا انصال. الان بدات القضايا تجينا بدنا نبعثها على مين مكان. هون شو قالوا اخواننا؟ قالوا لي ومن جملة الشروط حتى تثبت حسن نواياك التراجع عن المحكمة الدولية وعدم الانضمام لأي منظمات دولية. بعدنا شيء. ولذلك هذه هي قضايا حسن النوايا التي يجب خلال 4 سنين أن نقدمها للإسرائيليين من أجل أن يعطونا الجبنة السويسرية هاي، الدولة العتيدة، دولة فلسطين المستقلة. طيب ليش نحن بنرفض؟ أظن وضحت، ما في ضرورة. منذ أن أعلنت الصفقة إلى الآن وردود الفعل الدولية والعربية والإسلامية بتبيض الوش، بتبيض الوش. ما نراه من الكونغرس الأمريكي إلى الكنيسة الإسرائيلي إلى المجلس الأوروبي، اتحاد أوروبا، إلى آسيا، إلى أفريقيا، الدول تغذي. وكل يوم نسمع موافقة جديدة. آخرها مبارح جانا توقيعات من قديش؟ لحد الآن 103 أصوات. للآن 103 من الكونغرس. شو بيقولوا عنها؟ نرفض بشدة عار العصر. نرفض بشدة عار العرس. We strongly disapprove of the sham of the century. بالإنجليزي وبالعربي كمان. وماشي الإجراءات. وأنا بعرف ومتأكد إنه العالم لا يقبل بالظلم، وأن العالم كله سيقف إلى جانبنا. لأنه أكثر من هيك شو بيساوي طيب؟ إحنا أصبحنا 13 مليون فلسطيني. والله وشعب منيح يعني ووادب ويعني ومحترمين ومتعلمين. وأقول لكم شغلة، إحنا حاولنا أن ننشر ما يسمى بصفقة ثقافة السلام للجميع، للجميع يعني فلسطينيين في الداخل، فلسطينيين في الخارج. إحنا عنا في الضفة الغربية كل أقصى ما يخرج مظاهرة سلمية، أقصى ما يخرج. طبعا بغزة إلها ظروفها، مشكلتنا أيضا نحلها فيما بعد، بس نحن ما الناس تلطى عليها. لكن برا الفلسطينيين ملتزمين بهذا. طلعت إحصائية دولية انه لا يوجد فلسطيني واحد في داعش ولا فلسطيني. وللحقيقه لا، في 3 فلسطينيين
من إسرائيل طلعوا، من سك العرب إسرائيل بس. فهذه هي يعني هذه هي سياستنا، هذه هي مواقف. بعد الأخير طيب نكافئ بماذا؟ بهذه الجبنة السويسرية. والعالم لذلك العالم بدأ يتفهم، وخاصة مثل ما قلت لكم في البداية إنه شافوا جديتنا ونحن نحارب الإرهاب الدولي. أظن ربما بعضكم لا يعرف عن دوله لأنه أنتم يعني سياسيين. 83 دولة عربية وأوروبية وبما فيها وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. طبعا لم تعد لا صديقة ولا غيرها، وليست صديقة إلا بالمرة، لكن في بيننا وبينهم هذا الاتفاق. احنا حنطلع من عندكم اليوم إلى القمة الإفريقية بعد يومين، ثم التعاون الإسلامي، ثم القمة الإفريقية، وأنا راح أروح إلى مجلس الأمن لأطلب منه شيئا. وهو طيب أنت بترفض وبعدين؟ أي واحد بيسألني وأنت بترفض وبعدين؟ بعدين عندي جواب. بعدين أنا مش عدمي، نحن لسنا عدميين، نريد أن نبحث على حل. قبل سنتين رحت على مجلس الأمن وطالبت بمؤتمر دولي ينبثق عنه عملية سلام تقودها الرباعية وغيرها على أساس الشرعية الدولية وخطة والمبادرة العربية للسلام. أي وقت إحنا جاهزين على أي قرار في مجلس الأمن، جاهزين لنذهب إلى مجلس المفاوضات، لكن الرباعية زائد رباعية إذا ما حبوا زائد يصفلوا، بس أنا بقول زائد مشان يعني هذه الزائد من هون ومن هون، وبالذات إذا في عرب بيساعدوا. هقولكم بيساعدوا على كبح جماحنا إذا إحنا رحنا هون ولا هون، هيقول لك أنا أخوك ما تروحش هيك، بيساعدوا. بدكمش رباعية، ولكن لن نقبل أمريكا وحدها لأنه جربناها. رحنا إحنا والإسرائيليين لحالنا عقدنا اتفاق، ويا محلا عقدنا اتفاق اسمه مرحلة، ولكن اتفاق. من يوم استلمت أمريكا ولا مرة، بقولكم سنتين والوفود رايحة جاي على أمريكا على واشنطن، ولا جابوا كلمة واحدة. أنا كنت أقول لهم بس جيبوا لي كلمة واحدة، كلمة شوية قولوا إنه نحن نتفاوض باسم الشعب الفلسطيني، قالوا لهم لا أنتم الشعب. إحنا والإسرائيليين لوحدنا حصل اتفاق أوسلو قسمين، القسم الأول هو الأراضي وغيرها، والقسم الثاني هو الاعتراف المتبادل. نحن اعترفنا بإسرائيل وإحنا كنا معترفين فيها من عام 1988، لكن اعترفنا فيها هلا. ورابين اعترف بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ألغى 100 سنة أو 110 من عهد الصهيونية التي كانت تنكر وجود الشعب الفلسطيني. قال لا، في شعب وفي منظمة تمثل هذه المنظمة وأنا بعترف بها. لأول مرة في تاريخ إسرائيل والحركة الصهيونية، فإذا في شيء. على كل حال هذا ما نريد أن نذهب ونتحرك فيه بكل الاتجاهات، إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها، لنقول لهم يا عالم هذا إحنا، هذه قضيتنا، افهمونا. ما بدنا توقفوا ضد أمريكا، لا. وأنا قلتها بصراحة، قلتها أنا بديش تقول أمريكا لا، لأنه ربما صعبة، بس أيدني أنا أقول اللي بده إياه الفلسطينيين، اللي بيقولوا بنقول، اللي بيقولوا لا وخلاص.
هيك بتريح راسك وبتريح حالك من الضغط. فهو احنا طالبين من العالم ان يقول ما يطلب اذا كان حق، اذا منطالب بحق. اذا مش طالب بحق قولوا لي ما فيش حق، اما اذا منطالب بحق قول لي انا اقف مع الشعب الفلسطيني. يكفي هذا امام امريكا حتى يرتدع الثلاثي الذي يخطط لمستقبلنا. صاروا اثنين هم، بطلوا ثلاثي. هو نحن ما نقوله الآن أيضا يعني بصراحة قلناه في قمة الظهران وفي قمة تونس، ودائما نسمع هذا الكلام، يعني مش جديد عليه على أمتنا العربية. هذا الكلام هو نفس المواقف اللي بنسمعها. أنا باليومين حكى معي صاحب الجلالة الملك سلمان بكلمتين، قال لي إحنا معكم من عهد عبد العزيز، واللي بدكم اياه احنا معكم فيه، يعطيك العافيه مع السلامه. والله. وبالتالي هذا اللي بدي اياه من العرب وغير العرب. الملك عبد الله الثاني. الملك عبد الله كمان. والملك عبد الله تحدث معي ايضا وكلم نفس الكلام وقال هيك وحكى معي اكثر من حد. ان شاء الله. يعني لا نكتم علي، لا نكتمكم ولا نخفي عليكم أننا أبلغنا الإسرائيليين والأمريكان بعد الذي سمعنا برسالتين. الأولى سلمت لمين؟ لا لا وصلت ل لا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعني وزير نقلها له، والثانية سلمت لرئيسة CIA أول أمس، وأعتقد أنها وصلت إلى أمريكا وسلمت لأمريكا تقريبا. هذا هو النص، راح اقرأ عليكم. لقد ألغت إسرائيل اتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونقضت الشرعية الدولية التي قامت عليها هذه الاتفاقات، والتي قامت عليها دولة إسرائيل. كلنا بنتذكر في 47 قرار 181 هو قرار التقسيم. دولة فلسطين، دولة عربية ودولة يهودية. اوكي. فإذا منذ ذلك الوقت أنتم قمتوا على أساس شرعية، الآن تنقضون هذه الشرعية. والتي قامت عليها إسرائيل أيضا. يجري الآن نقض هذه الخطة من قبلكم ومن قبل الولايات المتحدة. ولذلك نبلغكم هنا بأنه لن يكون هناك أي علاقة معكم ومع الولايات المتحدة الأمريكية. قلنا نفس الكلام لأمريكا يعني. بما في ذلك العلاقات الأمنية. في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية. وأنتم عليكم يا إسرائيليون أيها الإسرائيليون أن تتحملوا المسؤولية كقوة احتلال. كقوة احتلال. تفضل اسلم. الهدية اللي سلمتني إياها في أوسلو تفضل اسلمها وتحمل مسؤوليتها، مسؤولية الأكل والشرب وال 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 والأمن. أنا ما عندي علاقة. ونعلمكم أن ما يسمى بخطة القرن سيكون لها تداعيات علينا وعليكم وعلى الآخرين. أحرار بعدين شو بصير؟ أنا الآن بقدر أشتغل، بقدر أحمي، بقدر أقول كلمة أقولكم، بقدر أجيب لك معلومة عمرك ما تحلم تجيبها. هلا أنت نقضت هذه الاتفاقيات، تحمل المسؤولية. إن من حقنا أن نواصل نضالنا المشروع بالوسائل السلمية والعمل الشعبي السلمي
طبقا للقانون والاعراف الدوليه، مش رايحين لا نحمل بواريد ولا نحمل بندق ولا بدنا الشغله، من اجل انهاء الاحتلال وتحقيق حلم شعبنا في الاستقلال والدوله والسلام استنادا للشرعيه الدوليه. هذا اللي بلغ به كلا الطرفين. طولت عليكم اخوانا. واخيرا، فإن الصفقة مرفوضة جملة وتفصيلا منذ أن أعلنوا عن ضم القدس وتوحيدها عاصمة لإسرائيل، ولكننا لازلنا نؤمن بالسلام وبثقافة السلام، على أن يتم إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف منبثقة عن مؤتمر دولي، أم مش منبثقة بس إحنا بنطالب بهذا، مثل اللجنة الرباعية الدولية، ولا مانع من إضافة دول لها بالاتفاق، وتكون المرجعية تنفيذ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ولا مكان على الطاولة للصفقة بكل بنودها. ما يجوا يقولوا لنا هي صارت جزء من المرجعيات الدولية، نحن لا نعترف بها. إذا بدكم أي قرار في مجلس الأمن بيك اند تشوز، اختاروا، انا موافق عليه. انا موافق على اي قرار من ال 86 قرار، او قرارات الجمعيه العامه، او قرارات حقوق الانسان، او اي قرار دولي بقبله. اما امريكا مع الاسف لم نعد نستطيع ان نقبلهم بعد هذه التجربه الطويله. شو بدك اقول؟ احنا قبل نص ساعة التقينا بالرئيس السيسي وايضا سمعنا منه نفس الكلام. الله يعطيكم العافية، نحن معكم، واللي بدكم اياه اللي بدكم اياه احنا حاضرين. نعرف لن تطلبوا المستحيل، وانما تطلبون الحد الادنى من حقوقكم. واخيرا، لقد اكرمنا الله ورسوله بآية كريمة وبحديث شريف. أما الحديث فيقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا من أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس، وأكنا في بيت المقدس. صدق الرسول. وتقول الآية، ونحن نعتقد ربما غلطانين، آية كريمة تقول: يا أيها الذين، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وإجت الرباط من الرسول: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.